ازيكم يا بنات، معاكم وعد وحشتوني كتير. انا عايزه احلف بس مش هحلف. معايا وصفه حاجه كده من الاخر، تجاعيد سنين ان شاء الله مع الوصفه دي هتختفي. وطبعا اللي عايز يحافظ على بشرته هيلاقي مع الوصفه دي، هو مكون واحد تبييض فوق الممتاز، شد غير طبيعي، يعني حاجة كده جميلة قوي. قبل ما ابدأ الوصفة، لو حضرتك أول مرة تشوفي قناتي وعجبك الفيديو، تنزلي تحت تدوسي اشتراك وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد أنا بقدمه، وما تنسوش اللايكات يا حبايب قلبي. أنا معايا النهاردة مكون رخيص جدا جدا، معايا المايونيز. طبعا المايونيز بيتكون أو بيتعمل من البيض والخل، طبعا يعني ما فيهوش أضرار خالص ولا فيه تعب ولا فيه أي حاجة، بس نتائجه مدهشة. خلي بالك كمان لو عندك اسمرار في الركب، بنعمل لها مقشر الاول باستخدام الليمونه والسكر، ونغسل المكان وننشفه، ونبدا نحط برده من دوت، فظيع جدا. طبعا انا مفضيها كيس هنا بجنيه، هتجيب 4. عندك العلب اوكي، عايزه يكون فريش مثلا او تعمليه في البيت، شوفي طريقته على اليوتيوب واعمليه، معاكي في تلك الحالتين هو ممتاز. وقبل ما ابدا، وقلت كذا مره لو حد خايف من الوصفه، نعمل تيست بسيط على اي حاجه، سواء للشعر سواء للجسم سواء للبشره. بناخد من الوصفه اللي اليوتيوبر عاملاها ونحطها على المكان اللي هو المفروض الوصفه تتعمل عليه، ونعمل تيست بسيط قوي عشان ما نشيلش ذنب حد، ونسيبها ربع ساعه وبعد كده نغسلها. تعبنا ما نعملهاش، تحسسنا حصل حاجه في البشره او في الجلد نبعد عن الوصفه دي. تمام؟ ما حسيتيش طبعا باي حاجه، هتكملي الوصف عادي. الاستعمال ازاي يا وقت؟ هتكوني انت غاسله طبعا بشرتك كويس، ما فيهاش اي ميك اب ولا فيها اي حاجه، وهناخد من الوصفه باصابع ايدينا كده، وهنملى البشره كلها، نبعد طبعا تحت العين، نملى البشره كلها ونسيبها حوالي 20 دقيقه بالظبط. وبعد ال 20 دقيقه ندخل نغسل البشره بالميه الفاتره بتاعه الحنفيه، وبعد كده ما ننساش مكعب التلج عشان نقفل المسام، او بالمية الورد زي ما حضرتك تحبي. دي كانت الوصفة النهاردة، سهلة ومش مكلفة خالص. وسامحوني انا كنت اتكلمت، بس انا بتكلم معاكم عشان افهمكم الدنيا فيها ايه، مش هطلع اخبط الوصفة على طول كده وامشي وما فهمكوش الدنيا فيها ايه. كل ما تحسي ان بشرتك عايزة نضارة، عايزة طبعا انا مش هديكي مدة محددة تستعملي الوصفة دي كل قد ايه، كل ما تحسي ان بشرتك متعبة مرهقة ما فيهاش حيوية، خش بسرعة اعملي الوصفة دي وادعيلي، مش ملهاش اضرار خالص ومش هتتعبي منها خالص. واهلا بكل الناس الجديدة اللي رحبتني او دخلت معايا في القناة، منورين جدا جدا. لو في اي حاجة اكتبها لي في التعليقات وانا هرد على طول. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.